يعد مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق أول مركز متخصص بالبرامج الحصرية للأطفال، تتضمن الحساب الذهني السريع Mental Math والرياضيات الذكية iMath وبرامج Smart Junior للغة الإنجليزية وبرامج الذاكرة والحفظ السريع UCM3، بالإضافة إلى الطريقة العبقرية في تعليم اللغة العربية والداينو آرت للرسم والفن التشكيلي، وبرنامج سمارت انجينير لتعلم أساسيات العلوم والهندسة. مع جديد العطلة الصيفية دورة في الروبوتكس، اغتنم الفرصة وسجل في الدورات الصيفية لمركز تنمية الإبداع الدولي في العراق.